كانوا موضوع صفقة عمومية لدى فلاحة واقترحتهم فعلا لأن رئيس جماعة اقترحتهم لأن عبد الرحمن تكستراس كان منافقا الرجل في المعارضة والرجل هنا كان منافقا وبالتالي حبيت منه أن ما يتعلق بالتدبير المجلس السابق كان يمارس اختصاصته في التعمير طبقا للقانون وطبقا للمساعدة لحساب المواطنين. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بغيت نشكركم المواقع الإلكترونية على التغطية ديالكم لأشغال هذه الدورة العادية لشهر أكتوبر اللي كانت كتضمن من 7 ديال النقاط واللي كما كتبعوا بأن كان فيها نقاش جاد، نقاش مسؤول، نقاش هادف من أغلبية الأعضاء المجلس واللي مر في ظروف يعني يمكن نعتبروها عادية صحية لأن المجالس الجماعية لابد أنها خصها تتميج بواحد النقاش. شفتوا الميزانية أنه دست بالإجماع، هذا كيأكد بأن مرة أخرى انخراط الإخوة اللي مستفين في المعارضة اللي هما أغلبية اللي كيأكد النية ديالنا والانخراط ديالنا في دعم جهود المجلس وكذلك في دعم التنمية بجماعة بوعك حتى أن لا نكون معركدين، فصوتنا بالإجماع الميزانية مع الحرص ديالنا على إدخال التعديل فيما يتعلق بالمنح المقدمة للمؤسسات الأخرى، وهنا كنقصدوا غالبا الدعم اللي غادي تقدم للجمعيات اللي كيشرفوا على النقل المدرسي باعتبار أن المحروقات عالمية عرفت الزيادات وكذلك قطاع الغيار، وبالتالي فالجمعيات اللي كيسيروا النقل المدرسي وخاصة التنسيقية جمعيات المجتمع المدني بوعرق اللي كتشرف على واحد الأسطورة ديال 14 حافلة واللي ما كاينش كاع الحافلات كيستافدوا من الدعم اللي اضطرت مؤخرا أنها غادي تزيد في حصة الاشتراك ديال الآباء، وبالتالي طلبنا كأغلبية باش نرفعوا هذا الباب اللي كيتعلق بدعم المؤسسات الأخرى من 40 مليون ل 70 مليون سنتيم باش نرفعوا من الدعم ديال التنسيقية وتنقص على الاباء اللي كيواجهوا حتى هما في ظروف هذه الازمه والجفاف وغير ذلك، خاصه ان منطقه قرويه فلاحيه الاباء حتى هما يعني متضررين بهذه الظروف الصعبه اللي كتمر بها بلادنا، وبالتالي فرفعنا من هذه الاعتمادات باش ينقصوا على الاشتراكات ديال الاباء، وهو الموضوع اللي صوتنا عليه بالاغلبيه. كذلك صوتنا بالاجماع الدعم اللي غادي تقدم الفريق شباب بوعرق اللي هو فريق كيمثل شباب المنطقه واللي كيواجه صعوبات ماليه كبيره، واللي صوتنا بدعمه ب 18 مليون سنتيم باش نحاولوا نوفروا له بعض الظروف اللي هو في الحقيقه كيحتاج الانخراط وتعبئه باقي المتدخلين باش يدعموه، ولكن هذا الشيء اللي قدينا نديروه في الجماعه. في النقاط الاخرى اللي كتعلق باللجان اللي كانت موضوع ادراج هذه النقاط من نصف اعضاء المجلس واللي كتعلق بحل لجنه الميزانيه وكذلك اللجنه ديال التعمير واللجنه الشؤون الاجتماعيه، وكانت في صيغه فسخ خدا واحد النقاش ديال الفسخ وحل، ولكن حنا كنا مركزين على المضمون اما المصطلحات اللغويه فالمضمون كيبقى هو حل هذه اللجان من اجل اعاده تشكيلها باعتبار ان اثناء التشكيل ديالها في بدايه هذا المجلس نبهنا الاخوان في الاغلبيه انذاك بانه كاين مجموعه ديال التجاوزات خاصه ما يتعلق بانتساب اعضاء الى اكثر من لجنه، عدم احترام السعي لتحقيق مبدا المناصفه، كذلك عدم تشكيل لجنه المعارضه. ما يتعلق بالنقطة السابعة والأخيرة اللي كتعلق بملحق اتفاقية مع مجموعة ديال الشركاء اللي فيه وزارة الإسكان، الجهة، عمالة الناظور، الجماعة وغيرهم، فهذه كتعلق بواحد 300 مليون درهم 300 مليون سنتيم اللي كتهم إصلاح الطرق واللي كان المجلس صدق عليها في الدورة إحدى الدورات السابقة اللي كان حدد بعض الطرق اللي اعتبرناهم آنذاك حنا بأنها يعني خضعت لواحد المعيار ديال الارضاءات وديال خدمه المصالح السياسيه واللي ما غيكونش عندها واحد لامباكت ولا واحد الوقع للساكنه، واللي جينا اليوم كاغلبيه بمقترح اننا غنحاولوا باعتبار ان هذيك الاعتمادات كتوفرها وزاره الاسكان اننا عندنا مجموعه ديال المتدخلين كانت مارشي كصلاحات مجموعه الطرق في المنطقه السخويه، كذلك وزاره الفلاحه التنميه القرويه المبادره، قلنا بان هذه التجمعات السكنيه اللي الفلاحه ومارشي كما كتدخلش فيهم اننا غادي نمكنوهم لان كاين ساكنه في دوار السايح، دوار الكاسيت، في رجاف الله، في الحرشه، في بوهراوه، في بوغنجاين،
في إيركماش في إشيخيان في الغريبة كاين السكينة وفي أغمير كتواجه صعوبة في التنقل، وبالتالي قلنا بأنه خصنا هاد الناس نفكوا عليهم العزلة ونعاونوهم، وكذلك بعض الدوائر وبعض المناطق في المجال السكوير اللي حتى هما عطينا لهم النصيب ديالهم، ولكن كذلك كنقوموا بواحد الدور امام وزاره الفلاحه اللي مشكوره انها غادي تصلح مجموعه ديال الطرق، ومازال كنترافعوا باش وزاره الفلاحه تزيد الدعم الطرق وفك العزله على السكينه ديال جماعه وعاق اللي كتواجه الخصص في هذا الجانب. مع الاسف الكلمه الافتتاحيه ديال الاخ الرئيس اللي فيها تبقى الماده 106 فيها يقدم الرئيس عرضا اخباريا، الاخ الرئيس قدم لنا بانه حضر في الاجتماع ديال تنسيب كاتب العام تنسيب القويات، حضرت هنا ولكن كنا كنستناو انه غادي يقول لنا امور اللي يعني ترافع ولا حضر او لا شكل لجان او لا جاب لنا مشاريع او غير ذلك، ما شفناهاش. وكذلك في كلمة ديالو الافتتاحيه اللي هو رئيس الجامعه كان خصو يحرص على خلق واحد جو من التوافق، جو من الاحترام، جو نوع من الهدوء، ففي الكلمه ديالو قال ساذكر المعارضه بالادوار ديالها واللي خصها دير وخصها دير، في حين انه هو معاه ناس في الاغلبيه، وانتم سمعتوا وتبعتوا الاخوان كانوا معاه نواب، جوج ديال النواب ديالو، فيعني عبروا على ان ظروف الاشتغال داخل هذا المجلس يواجهوا ارتباك، يواجهوا مشاكل، داك الشيء يعني دون مستوى تحقيق طموحات وانتظارات السكينه، وبالتالي فمشاو وقعوا معنا في هذا الطلب اللي تقدمنا به اعتقادا منهم بانه هذا هو الصواب، واتمنى ان يكون هذا هو الصواب. وكذلك نجدد مره اخرى ان انا شخصيا يعني كنحرص باش نحضر في كل الدورات، وكان بدايه الجلسه الى اخر الجلسه يعني ايمانا مني بانني ممثل الساكنه في هذه الجامعه وخصني نقوم بالدور ديالي، وكنجيو نقوموا بالدور ديالنا من اجل المساهمه بارائنا باقتراحاتنا وفق ما نعتقده يخدم الصالح العام، وكذلك باعتبارنا ابرضماني اترافع ونستغل كل الظروف اللي كتجينا مناسبات لطرح مشاكل هذه الجماعه لجد المشاريع اللي ساكنه هذه الجماعه، واللي غادي نشوفوا ان شاء الله عما قريب وزاره الفلاحه اللي غادي تعطى الصفقه والامر ببدايه الاشغال لاستهداف لايصلاح بعض الطرق اللي غادي يكون عندها واحد الواقع كبير على السكينه ديال بوعارك، خاصه في سيكتور الناظور بلوك 57 الى وصولا الى قنطره جلول، واللي الطريق غادي تخترق مجموعه ديال الدواوير السكنيه اللي كانت كتواجه صعوبات في التنقل. اذا هذا اهم ما ميز هذه الدوره اسبق المجلس لما فيه الخير لهذا الوطن ولهذه الجماعه ولهذه السكينه، وشكرا. شكرا لك. كتندرج في اطار الماده 106 من القانون التنظيمي اللي كيقول هذا غير تفكير، لا غير تسمح لي، شكون اللي جاوبني بعدا؟ انت سيدي الرئيس، انت قلتي بانك تناولت الكلمه في اطار الماده 106 من القانون التنظيمي 14113 اللي كيقول يقدم الرئيس عارضا او تقريرا اخباريا على اهم، وهنا كيأكد على اهم ما قام به، ماشي مشيت نصب الكاتب العام، شنو درتي في التنميه؟ اما التذكير لسنا في حاجه باش تذكرنا بالاختصاصات ديالنا والدور ديالنا، حنا اليوم اللي جينا نذكروك بالاختصاصات ديالك واللي غادي نذكروك بها من غادي نداولو الكلمه. سيد الرئيس، سيد الرئيس، كنت اتمنى ان تكون في مستوى تدبير هذه الجلسه وان تكون حريص على توفير ظروف النقاش الهادف الهادف وبعيد عن البوليميك كما قلتي اللي كتستفز المعارضه، وانت كتخرج على القانون ما كنديرش الرد، كندير نقطة نظام، كندير نقطة نظام، لأن الرئيس ما هدرش في المادة 106، الرئيس مرر خطاب سياسي كيغلط فيه الرأي العام والوسائل الإعلام، سيدي الرئيس المادة 106 تقيد بها وماشي أنت اللي غتعطي لنا الدروس، شكرا.